من جامع السلطانية لجامع الأطروش. هذا الجامع يسمى جامع الأطروش. أطروش؟ نعم، من الناحية التاريخية نحن في منطقة تعد داخل الأسوار وتسمى حلب القديمة، والأطروش هو نائب حلب في العهد المملوكي، حيث بدأ ببناء جامعه سنة 1399 أو سنة 1400. في السنة التي دخل إلى مدينة حلب دخل إليها تيمورلنك ودمر مدينة حلب وأسوارها. الأطروش هي كلمة مملوكية تعني الرجل الجقر، يعني الرجل الجقر، الرجل الصعب يعني. أيوة. الدمرداش الرجل الصعب. أكمل هذا الجامع النائب الذي جاء من بعده واسمه الدمرداش، وقد خدمه الدمرداش. نعم، الدمرداش جرت له محاكمة في حلب من قبل تيمورلنك. يتميز هذا الجامع بروعة زخارفه الخارجية ومئذنته المملوكية المنتصبة فوق مدخل الجامع، مضلعة بشكل سماني. تتميز بها المآذن المملوكية. طبعا نائب حلب الأطروش بنى لنفسه تربة داخل الجامع في الزاوية الغربية، وقد دفن في هذا الجامع. خلينا نشوف في داخل الجامع. تفضلوا. يلا. قدام يا حي، قدام. كان المسجد بالإسلام وظيفة علمية واجتماعية بالإضافة للوظيفة الدينية، فكانت المساجد منارة للعلم ومنبر للحق، وهو من أحب الأماكن عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.